أنا مرت الشهيد عشري محمد علي، طلع عشان لكم العشاء وطلع ما رجعش، ومش عارفة أعمل إيه، وما لسه نتغرب بالعالمين. صبرنا من عندك يا رب، ولا نصغير والتاني أنا وما يجيب لك مزاج ما ملايم شي. الخدمة بقول لك على قد حالي، ده بداية على قد اللي رايح. يا رب صبرنا من عندك برحمتك ورضاك. يا رب يكون في عنا يا رب. آخر اتصال بيننا ما بينه يوم الجمعة، وبعد كده قفل التليفون. قعدنا نرد نحاول نكلمه وما ردش علينا، قالوا الشبكة واقعة، ومن ساعتها ما عرفناش عنه حاجة، ما عرفتش حاجة عنه ولا عرفت أوصل له. الاتصال قطع من ساعتي، مش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. يا ربي شفنا صورته على النت، شفنا صورته على النت يا غيي، غالبا ما شفنا صورته على النت، قالوا استشهد واحنا مش عارفين نعمل ايه، حتى استشهد ما جابوش بلده. يا ابوي انا ابويا يا علي. هو مشى عشان يجيبنا لقمة عياش، وصبنا لا حول لنا ولا قوة، ولا نعرف حد ولا لنا حد غير وجه الله الكريم. يا رب يا رب مش عارفة أعمل إيه وأسوي، البيت واقع وحالتي ما يعلمها غير ربي وعيالي صغيرين. يا رب أنت عالم بحال وغني عن سؤالي. يا رب اروح فين وجه منين، ولا مش حد غير وجه الله، لا عمام ولا اخوان ولا حبايب، انا يتيم امي وامي ميتين، غير هو جوزي طلع جبنا لكم يتعشوا وطلع ما رجعش ولا ما عرفش عنه حاجه. خلاص مش حلو الكلام.